بسم الله الرحمن الرحيم. اول محاضره بقى في كورس اس ان اي راوتينج اند سويتشنج، الكورس الجديد بتاع سيسكو. تمام، هنبتدي كده مع بعض اهو. اول محاضره اهو، تمام. تعالوا كده نشوف اي جهاز لما يجي يخش على النتورك بيبقى مفروض جواه ايه. الجهاز بتاعنا اول ما يجي يخش على النتورك او اي جهاز سواء كان كمبيوتر او بي سي او اي حاجه، لازم الجهاز ده يكون جواه كارت. الكارت ده اللي بيوصلك بالنتورك. الكارت ده احنا عارفين ان هو اسمه ايه، ان اي سي، او اختصار كلمه نتورك انترفيس كارد، صح كده، اللي هو كارت الشبكه بتاعك. اسمه ايه يا شباب؟ ان اي سي. كارت الشبكة ده هو بيبقى له ادرس. الادرس بتاعنا لإما لوجيكال ادرس لإما بيبقى اسمه فيزيكال ادرس. يبقى كل جهاز له كام ادرس؟ اتنين، لإما لوجيكال ادرس لإما فيزيكال ادرس. اللوجيكال ادرس اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده اللي هو مين؟ الاي بي. الفيزيكال ادرس اللي احنا هنقول عليه حاجة اسمها ايه؟ الماك. حلو الكلام كده؟ يبقى اي جهاز موجود على النتورك يا جماعه بيبقى له كام ادرس؟ اتنين، واحد اسمه اللوجيكال ادرس، وده زي عنوانك بالظبط. تمام كده، عنوانك في شبين، عنوانك في طنطا، عنوانك في المنصوره. اللوجيكال ادرس ده بيتغير على حسب الشبكه اللي الجهاز موجود فيه، زي ما انت بالظبط العنوان بتاعك بيتغير على حسب المدينه اللي انت ساكن فيها، وعشان كده بيسموه لوجيكال. لوجيكال يعني ايه؟ يعني حاجه ممكن تتغير بتغيير المكان اللي الجهاز موجود فيه، زي ما هنعرف كمان شويه. اما الماك ادرس عامل زي اسمك، محمود، باسم، ولاء، ده ايه يا جماعه؟ حاجات ثابته ما بيتغيرش حتى بعنوانك، وعشان كده بيقولوا عليه فيزيكال. فيزيكال يعني حاجه ثابته. تمام كده. طيب اللوجيكال ادرس زي مين؟ الاي بي. تعال نشوف ايه قصه الاي بي بقى. الاي بي المنظمه اللي مسؤوله عنه او اللي بتعمل له ستاندر منظمه اسمها ايانا دوت اورج. ممكن النهارده تخش على النت وتفتح ايانا دوت اورج، هي دي الاورجنايزيشن اللي مسؤوله عن الاي بي، اللي بتحط شكل الاي بي، بتحط الاستاندر بتاعه. تمام كده، ما هو مش شركه بتحط الاي بي، لا مفيش حاجه اسمها شركه تحط اي بي. في منظمه نون بروفيت، يعني منظمه مش بتاع فلوس، هي اللي بتحط الاستاندر بتاع الاي بي. والشركات لما تيجي تصنع الاجهزه تلتزم بالاستاندر ده. الاستاندر يعني ايه؟ مواصفات قياسيه يعني. تمام كده. الايانا دي قالت لك انا تحتي خمس مكاتب قاريه، تحتي خمس مكاتب في كل قاره. في مكتب عندنا هنا في القاره بتاعتنا، في قاره افريقيا، في مكتب في استراليا، في مكتب في امريكا الشماليه واللاتينيه، في مكتب في امريكا الجنوبيه، في مكتب في استراليا. المكتب اللي عندنا هنا في قاره افريقيا اسمه افريك ان اي سي. يبقى هما كام مكتب؟ هما خمسه، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، هنعمل واحد سادس. كل مكتب من دول بيسموه ايه يا شباب؟ كل مكتب له اسم، بس المكاتب دي احنا بنقول عليها اسم رير. الراجل بتاع نتورك بقى احفظ الكلام ده. رير يعني اختصار كلمه ريجونال انترنت ريجستري. يبقى الرير اختصار كلمه ايه؟ ريجونال انترنت ريجستري، المكتب القاري اللي في القاره. النهارده عايز حضرتك تخش على جوجل وتعمل ايانا مسافه رير وتجيب لي اسامي الخمس مكاتب. النوتريك بتاع افريقيا اسمه افريك ان اي سي اهو، عشان تخش النهارده تعمل سيرش على الحاجات دي تلاقيهم في وشك اول ما تكتب. طب المكاتب دي مسؤوله فين؟ كل مكتب من دول مسؤول على القاره بتاعته، على الايبهات اللي فيها. فكل مكتب بيوزع الايبهات على شركات الاي اس بي اللي موجوده في القاره. اي اس بي 1، اي اس بي 2، اي اس بي 3. مين شركات الاي اس بي دي؟ اللي هي اختصار كلمة ايه؟ انترنت سيرفيس بروفايدر. شكل مين يا جماعة؟ شكل تي داتا، شكل نور، شكل لينك. الشركات بتاع النت دي بيتسميها ايه؟ شركات الاي اس بي. طبعا لازم أن يكون في دماغك المصطلحات دي. معلش انت هتتعب شوية في حفظ المصطلحات في الأول، بس بعد كده هتمشي الدنيا معاك. تمام؟ يبقى شركات الاي اس بي دي شركات الانترنت، بتاخد الايبهات بتاعتها منين؟ من رير.
طب الرير بياخده من مين؟ من الايانه. طب شركات الاي اس بي دي مسؤوله بقى عن توزيع الايبات على مين؟ على الكاستمر، على اليوزر، وعلى الشركات كومبانيز. فانت لما بتروح تاخد نت من تي داتا بتديك الراوتر، وكده كده كل خط تليفون واخد بابليك اي بي من تي داتا. طب تي داتا واخده الايبات بتاعتها منين؟ من افريك ان اي سي. طب افريك ان اي سي واخدها منين؟ من اي ان. ايه قصه الاي بي بقى؟ قبل ما نخش في الاي بي يجب ان احنا نتعلم حاجه، ان في عندنا طريقه لتمثيل البيانات. هما ثلاث طرق، حاجه اسمها ديسيمال، حاجه اسمها باينري، حاجه اسمها هيكس ديسيمال. في امريكا ده اللي موجود عندنا في القاره هنا، ما اعرفش فين، في القاره في جنوب افريقيا مش عارف. تمام. ها في حد عنده مشكله كده؟ قبل ما نخش على الموضوع بتاع الاي بي يجب ان احنا نعرف ان طريقه تمثيل البيانات في طريقتين دلوقتي مهمين، حاجه اسمها ديسيمال وحاجه اسمها باينري. انت كبني ادم بتفهم الديسيمال. الباينري ده الاله اللي بتفهمه، الماشين، اي جهاز كمبيوتر بيفهم الباينري من اول خالص اهو. يعني ايه باينري؟ يعني احنا بنمثل البيانات لا اما زيرو لا اما ايه؟ واحد. انما الديسيمال يعني ايه؟ الارقام بتاعتنا من 0 ل 9. الارقام بتاعتنا العاديه من 0 ل 9. قبل ما نخش في الاي بي لازم نعرف الكلام ده. طب كل رقم بيتخزن في كام بت عندك على الجهاز؟ كل رقم فيه كام بت؟ ها؟ لما اجي اخزن رقم او حرف اخزنه في كام بت؟ ها؟ 8. 8 بت. احنا عندنا يا جماعه الجهاز بيبقى متقسم كده لمجموعه من الاجزاء. بيبقى كل رقم بينحط في كام جزء؟ في 8. 1 2 4 8 16 32 64 128. هو كده الترتيب بتاعهم. كل واحد من دول يا شباب انا بقول عليه بت. وكل بت بياخد لا اما 0 لا اما 1. طب كل 8 بت مع بعض ايه دول؟ بيسموا ايه؟ بيسموا حاجه اسمها بايت. يعني كل 8 بت جنب بعض بسميهم ايه يا شباب؟ بسميهم بايت. والبايت ده هو اصغر وحده تخزين لتخزين 1 كاركتر او 1 نمبر. يبقى لما اجي اخزن اي رقم او اي حرف اخزنه في 8 بلاطات جنب بعض، 8 بت جنب بعض. كل بت من دول لا اما الابره تشحنه فتديله شحنه يبقى اون اللي هو 1، لا اما ما تشحنوش يبقى 0. طب ناخد مثال، ناخد مثال. الأرقام عندنا من 0 ل 9 دي ديسيمال كده، أهو الأرقام من 0 لكام؟ 9، دي كده بسميها ديسيمال، الأرقام العادية بتاعتك كإنسان. طيب، أنا مثلا جيت رقم 2 عايز أوزعه، أشوف الآلة بتوزعه إزاي لما تيجي تخزنه. الآلة لما بتيجي تخزنه بتخزنه 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4، 2 أس 5، 2 أس 6، 2 أس 7. 2 أس 0 بكام؟ 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 16، 32، 64، 128. أهو دول الثمان أجزاء بتوعنا أهو. حلو؟ أنا عايز أوزع الاثنين، أقرب رقم الاثنين هنا كام؟ خط الاعداد 2. اجي تحت الاثنين واحط 1. ماشي، الاثنين دي اطرحها من الاثنين دي وفاضل لك كام؟ يبقى الثمان اصفار. يبقى لما يجي الاثنين يتخزن الجهاز يخزنه ازاي؟ 0 1 0 0 0 0 0 0. طب عايز اوزع وليكن ال 15، اقرب رقم لها كام؟ 8. بس لازم يكون اقل منها، ما ينفعش حد يقول 16، لازم يكون رقم اقل من مين؟ من رقم انا عايز اوزعه، يبقى 8. 8 من 15 فاضل لك كام؟ 7. اقرب رقم ليها كام؟ 4. اهو 4 اقرب رقم من 7 اهو، نقص من 7 4 يبقى فاضل لي كام؟ اقرب رقم من 3 كام؟ 2. اهو اطرح 2 من 3 فاضل لك كام؟ اهو فاضل حاجه؟
حلوة اللعبة دي اهو. ده ازاي بحول من ديسمال لباينري؟ طيب عندي مثلا وليكن 160 عايز اوزعها، اقرب رقم ليها كام؟ اهو ناقص 160 بس ناقص 128 بيديني كام؟ ادي كده 2، وده 15 ناقص 13 كام؟ 3. يبقى اقرب رقم ليها اهو. قال لك لو في رقم اتوزع طلع كله وحايد يبقى كام؟ 255. اه تمام. طب انا ازاي بحول من باينري لديسمال؟ بجمع الارقام اللي تحتها واحد. يعني اقول لك ايه؟ واحد مش ده تحت واحد؟ واثنين يبقى كده ثلاثة، واربعة يبقى كده سبعة، وثمانية يبقى 15. اهي اللي احنا كنا موزعينها دي ال 15. طب اللي تحت ده؟ واحد تحت ال 128 و32 يبقى كام؟ 160. يبقى كل رقم لما بتيجي توزعه انت بتحطه في بايت، والبايت ده عباره عن كام بت؟ 8 بت. حلو كده؟ فانت لو لابس النضاره بتاعت البني ادمين تشوف الرقم بتاعك ديسمال. طب انت لو لابس النضاره بتاعت الكمبيوتر بيشوفه ازاي؟ باينري، صفار وحيد. يبقى كل رقم انت بتوزعه انت شايف رقم واحد، الكمبيوتر عينه شايفه عندك كام؟ 8 بتات جنب بعض. تمام. ناخد مثالين كمان كده عشان لو حاجه مش مظبوطه عندك. ده خط الاعداد بتاعي اهو، 1 2 4 8 16 32 ايوه 64 128 اهو اهو. عايز اوزع 192، اوزعه ازاي؟ ايوه ها يبقى 4 12 ناقص 8 4 18 6 اهو صح كده؟ تمام. طب عايز اوزع رقم 156، يبقى 1 تحت 128 ناقص 128 يبقى كام؟ يبقى 8 و2 صح؟ يبقى عندي كام؟ 16 اهو. يبقى كام؟ 2 صح؟ و1 12 اللي هو كام؟ 8 و4. بس يا سيدي. ها في حد عنده مشكلة كده؟ ها بس أسيبكم دقيقة بس. أهو 156 حالا هيبقى 1 تحت 128 صح؟ اهو بعدين 0 0 1 8 4 0 0. في حد عنده مشكله ازاي بيحول من ديسمال لباينري؟ قبل ما امشي من النقطه دي، ها حد عنده مشكله؟ الفايده ايه؟ الفايده التحويل ذات نفسها هنستخدمها في الحسابات بعد كده، بعد شويه حالا دلوقتي، لان الاي بي هنكتبه ديسمال. بس انت لما بتكتب الاي بي ديسمال الاله بتحوله باينري، تفهمني؟ هنقعد كل شويه نجيب النتورك اي دي ونجيب البرودكاست ونجيب الشبكه دي نرجعها من اول فين لاخر فين، اول اي بي واخر اي بي، فلازم تكون فاهم ديسمال باينري كويس. ها دي في مشكله عندك فيها؟ ها دول في مشكله عندك؟ الموضوع الموضوع يعني انا اي حاجه بتتعمل مع الجهاز بتعمل باينري. تمام كده. احنا بناخدها دلوقتي ليه؟ اصل انا بشرح حاجه اسمها الاي بي. خلاص كده. فانا لما بشرح حاجه اسمها الاي بي لازم ادول اول باينري الاول. طبعا هو بيستخدم في حاجات كتير بعدين ان شاء الله. تمام. اي حاجه بتتحول لاله بتتحول باينري. حلو كده. زي ما انت بتقول كود بيت وسنجلنج وما اعرفش ايه وسنكرونايزيشن وحاجات زي كده. تمام. بس الراجل لسه داخل يعني. ها يلا كده نكمل. الايانا بقى قالت لك الاي بي بتاعك ايه؟ الايانا. الايانا قالت الاي بي عندي طوله 32 بت.
من الزيرو لحد 32 بت. يبقى الاي بي فيرجن 4 يا جماعه طوله كام بت؟ 32. بس احنا عندنا ما نعرفش نقرا ال 32 كده على بعض، فبنقسمهم ثمانيات اهو، بنقسمهم ايه؟ كل 8 بت مع بعض نقراهم، نقراهم حاجه اسمها ايه؟ ديسيمال، صح كده؟ نحولهم ديسيمال. كل 8 بت عباره عن ايه؟ عن بايت. فاقول لك مثلا ال 192، ها التسجيل شغال؟ ها شغال اهو. ها اقول لك ايه؟ ال 192 دوت ال 168 دوت 1 دوت 15. يعني ايه الكلام ده؟ انت شايفه قدامك اهو اي بي عادي اهو، بس الاله شايفاه ازاي؟ شايفه ال 192 1 1 0 0 0 0 0 0. طب ال 168 دي ليها كام؟ اللي هي 128. ها فاضل لي كام من 100 من 168؟ ها فاضل لي كام؟ فاضل لي 40، صح كده؟ اللي هو 32 و8 اهو، ادي 32 و16 صح كده و8 اهو. شايف الواحد ازاي؟ 0 0 0 0 0 0 0 1. شايف ال 15 ازاي؟ 4 وحايد في الاول والباقي كله ايه؟ صار. لو جيت تعد الارقام ده هتلاقيهم كام بت؟ 32. هو ده الاي بي فيرجن 4. بس انت كبني ادم ما بتشوفهمش على بعض كده ايه؟ 32 بت، امال بتقراهم ازاي؟ ثمانيات. اهو كل 8 بندخلهم بنحولهم ديسمال ونقراهم كانهم رقم واحد. حلو الكلام كده؟ فاول فيتشرز خدناها في الاي بي فيرجن 4 ان طوله 32 بت. صح الكلام؟ تمام. قالت لك كمان ثاني فيتشر، الاي بي فيرجن 4 مقسوم لحتتين. حته بعرف منها رقم النتورك، وحته بعرف منها رقم الجهاز جوه النتورك. رقم النتورك يعني نتورك اي دي، وحته ثانيه بعرف منها رقم الجهاز جوه النتورك. رقم الجهاز جوه النتورك يعني ايه؟ رقم الهوست. اي جهاز بيتحط له اي بي اسمه ايه يا شباب؟ هوست. كاميرا بتحط لها اي بي، برينتر بتحط له اي بي، جهاز كمبيوتر بتحط له اي بي، بقى اسمه ايه؟ هوست. يا عم هو انت مش قايل دلوقتي ان الاي بي اربع حتت؟ عايز تلزمه اثنين يعني؟ خلاص يبقى اثنين نتورك واثنين هوست، تنفع؟ ولا نخليها ثلاثه نتورك واحده نتورك وثلاثه هوست؟ ولا نخلي ثلاث ارقام نتورك وواحده هوست؟ نمشي ازاي؟ نمشي واحد وثلاثه؟ ولا نمشي اثنين واثنين؟ ولا نمشي ثلاثه وواحد؟ ها؟ ها نمشي ايه؟ زميلي بيقول ثلاثه وواحد، حد موافقه؟ على حسب حاجه اسمها نوع الكلاس. الايانا مقسمه الاي بي لمجموعه من الكلاسز. مجموعه من ايه يا جماعه؟ من الفئات. يبقى الايانا مقسمه الاي بي ايه؟ مجموعه من الكلاسز. بس قبل ما اخد الكلاسز في اربع تعريفات مش مطلوب تحفظهم النهارده، تحفظهم من امبارح. المفروض ان احنا شغالين في النتورك كنا حافظينهم من امبارح مش من النهارده. ايه هم الاربع تعريفات؟ المفروض ان حضراتكم دلوقتي اسالكم في حاجه اسمها نتورك اي دي. يعني ايه رقم الشبكه؟ اسالكم يعني ايه سبنت ماسك؟ اسالكم يعني ايه برودكاست؟ المفروض حد عارف؟ قول يا باشا. ما ينفعش حاجه اسمها، مش حاجه اسمها انا خدتها ونسيتها. يا عم ده شغلك. فاليد هوست اي بي، هو انت بتذاكر حاجه للجامعه عشان تمتحن فيها وتنساها بعديها؟ يا راجل يا طيب، هو ده سبنت ماسك بتاع شبكه انت شغال فيها بس؟ بيفتح كل الشبكات. 255 255 255 0. هو ده عايز تقول كده. هو ده سبنت ماسك بتاع الشبكه بتاعتك كده بس. 0 0 0 ده شبكتك كنت بس. بيفتح كل الشبكات. طب يعني ايه البرودكاست؟ يعني ايه الفاليد هوست اي بي؟ الاربع تعريفات هقولهم هو مع بعض. واحنا هناخد اي بي كلاس، هناخد اي بي ليفل 1 وليفل 2. هناخد كل انواع الاي بي اللي هتقع قدامك عشان لما تيجي تشغل اي نتورك ايا كان شكلها تعرف تتعامل. ايه النتورك اي دي؟ قال لك النتورك اي دي علشان تطلعه حط البتات الجزء بتاع الهوست، هوست بت بت خليه بزيرو. روح للجزء بتاع الهوست في الشبكه وخليه بزيرو يطلع لك رقم الشبكه.
ورقم الشبكه ده بيبقى اول اي بي عندك في الشبكه وما بيدوش لاي جهاز خالص، ده اللي بيعرف الشبكه كلها. حلو الكلام كده؟ طيب السبنت ماسك، علشان اجيب السبنت ماسك اروح للجزء بتاع النتورك احط محايد واروح للجزء بتاع الهوست احطه بايه؟ بزيرو، يطلع لي السبنت ماسك. يعني اروح للجزء بتاع النتورك البت كلها احطها بوحايد، واروح للجزء بتاع الهوست اخليه بالصفار. استخدمه في ايه؟ هقول السبنت ماسك ده بلوه، ده اللي يعرفني بدايه الشبكه واخرها، اللي يعرفني كم اي بي في الشبكه. طب البرودكاست احط الهوست بت واحد، برودكاست اي بي واحد. ايه البرودكاست؟ البرودكاست معروفه من اسمه ان ده الاي بي بتاع الاذاعه. ان لو حد عايز يبعت معلومه تروح لكل الناس اللي على السويتش يبقى حط العنوان بتاع المعلومه البرودكاست اي بي. والبرودكاست اي بي بيبقى اخر اي بي عندي في الشبكه وما ينفعش برضه حد ياخده. يبقى احنا بنشيل كام رقم من كل شبكه؟ اثنين، واحد للنتورك وواحد للبرودكاست. لما حد عايز يبعت معلومه لكل الناس يبعت لهم على الادرس بتاع مين؟ بتاع البرودكاست. طيب الفاليد هوست اي بي، عاد الاي بيهات اللي في اي شبكه اجيبها ازاي؟ الصحيحه، الفاليد يعني الصحيحه، اجيبها ازاي؟ ها اقول لك، هو انت لو عندك بت واحد هديك كام احتمال؟ بت واحد، لا هديك اثنين، لا اما صفر لا اما واحد، صح كده؟ طب لو عندي لمبتين يديني كام احتمال؟ لو عندي اثنين بت دي أربعة، جت منين الأربعة؟ لا إما اللمبة الاثنين اللمبتين هطفيهم صح، فيبقى صفر صفر، لا إما إيد لك الأولانية وأطفي لك الثانية، لا إما أطفي لك الأولانية وإيد لك الثانية، لا إما إيد لك الاثنين، يبقى اثنين أس اثنين بأربعة. يبقى عدد الاحتمالات بيجي إزاي؟ اثنين، عدد الاحتمالات اثنين أس نمبر أوف إيه؟ أوف بيت. طب عدد الأجهزة بقى، اروح اخد عدد البتات بتاعه الهوست، يبقى 2 اس هوست بت ناقص كام؟ ليه ناقص 2؟ اللي هو بتاع الشبكه وبتاع الاذاعه، اللي هو بتاع الشبكه، ها اللي هو بتاع الشبكه وبتاع البودكاست. يبقى اي شبكه في الدنيا عشان تجيب عدد الاجهزه اللي فيها يبقى 2 اس عدد البتات بتاعه الهوست ناقص 2. يا عم انت عمال تقول لي الجزء بتاع النتورك والجزء بتاع الهوست، صح كده وجالي دماغي، ومنها حد الجزء بتاع النتورك والجزء بتاع الهوست؟ من الكلاسز بقى. تعال نشوف الكلاسز كده، هناخد اول كلاس بالراحه، الاربع تعريفات دول لازم نحفظهم. هنعرف ازاي نستخدمهم حالا دلوقتي. تمام؟ تعالى كده. لو احنا شغالين شبكه كلاس A. العيانة قالت لي لو هتاخد مني كلاس A، اي بي كلاس A، هيبقى أول رقم نتورك والتلاتة التانيين إيه؟ هوست. أهو تمام؟ على سبيل المثال 10.0.0.0 دي شبكة إيه؟ كلاس A. عرفت منين هي كلاس A؟ قال لك علشان تعرف ان هي بلس ايه منين، اول رقم فيها بيبقى فرنج من 0 ل 127. يعني كل الشبكات اللي اديتها 0 لحد 127 تعرف ان هي بلس ايه. شبكه 1، شبكه 2، شبكه 3، شبكه 4، شبكه 5، كل الشبكات دي يا جماعه بلس ايه. حلو الكلام كده؟ فلما اقول لك شبكه 10 تعرف ان شبكه بلس ايه. استفدت منها ايه يا شباب اللي شبكه كلاس ايه؟ ان فيها اول رقم نتورك اهو والثلاثه دول هوست. حلو؟ مش كل شبكات الكلاس ايه بيقول لك فيها واحده نتورك وثلاثه هوست؟ بس اهو. حلو الكلام؟ تيجي كده نشوف مثال؟ مثال كده. 10.50 دوت 60 دوت 140.
عايز اطلع رقم الشبكه اللي الجهاز ده واقع فيه. الاول اقول الجهاز ده كلاس كام؟ اللي عرفت منه كلاس ايه ان اول رقم في الرينج من 0 لحد 127. يبقى شكله ازاي؟ يبقى اول رقم نتورك والثلاثه اللي باقيين دول ارقام الاجهزه. حلو. تعريف النتورك من القانون بتاعنا علشان اجيبه احط الجزء بتاع الهوست كله بصفار. يديك رقم الشبكه. فلو انت عندك الجزء كله بصفار عندك فينا 8 بتات، مش كل واحد من دول فيه 1 2 4 8 16 32 64. طب لما احط كله بصفار يديني ايه في الاخر؟ صفر. صح؟ يبقى لما احط الثلاث اجزاء بتوع الهوست بصفار يدوني صفر صفر 10. صح؟ ده رقم الشبكه عندنا يا جماعه بتاع الجهاز ده. ايه ده؟ ده النتورك اي دي. حلو الكلام؟ يبقى الجهاز ده واقع جوه الشبكه 10 3 اصفار. الموضوع دلوقتي ايه؟ باين ان هو سهل وظريف. عايز تركز معايا كده عشان الموضوع ايه؟ واحده واحده هنلاقي بنصعب فيه. حلو؟ ها؟ طيب عشان اجيب البرودكاست اخر اي بي جوه الشبكه دي اعمل ايه؟ عشان تجيب اخر اي بي جوه الشبكه دي تعريف اهو، روح للجزء بتاع الهوست حطه بايه؟ وحايد. تعال نروح للجزء بتاع الهوست. فين الجزء بتاع الهوست؟ التلاته دول، صح؟ حطهم بوحايد بقى. كل واحد في دول فيه 8 وحايد اهو. الله يكرمك، يبقى 255 اهو. اخر رقم عندنا في الشبكه دي 10 3 255. الرقم ده بيسموه ايه يا شباب؟ بيسموه البرودكاست اي بي. طب السبنت ماسك عشان اجيبه اعمل ايه؟ ها السبنت ماسك اروح للجزء بتاع النتورك احطه بايه؟ والجزء بتاع الهوست احطه بايه؟ صفر اهو. فين الجزء بتاع النتورك؟ اهو احطه بوحايد، يبقى كام؟ 255 اهو. ولان الجزء بتاع الهوست بصفار يبقى ده اسمه ايه يا شباب؟ ده اسمه السبنت ماسك اهو. ده اسمه السبنت ماسك، صح كده؟ طب اول جهاز فين واخر جهاز فين؟ احنا قلنا الشبكه عندنا 10 ها 0 0 0 صح كده؟ اول جهاز يبقى كام؟ 10 تاني جهاز هتاني ماشي لحد ما يوصل كام؟ انا كده خلصت الزيرو ده. لا خلي بالك يا حبيبي لسه ما خلصتش، بص كده انا خلصت ايه؟ ده انا خلصت البايت اللي في الاخر ده بس. 10 0 0 255 اهو. كده الزيرو دي خلصت. الرقم اللي بعده يبقى 10 0 1 0. طيب ايه اللي بعده اهو؟ 1 2 هتلاقي ماشي لحد ما اوصل لكام؟ 1 بتل 55. كده الواحد ده خلص. اخش على الاثنين اهو يبقى 10 0 2 0 ده اي بي اهو 2 1. هتلاقي ماشي لحد كام؟ 2 هتلاقي ماشي لحد ما اوصل ل 10 ها 255 255 254 ده اخر اي بي عندي. 10 255 255 255 ده البرودكاست. انتوا عارفين شبكه زي دي فيها كام اي بي؟ 2 اس 24 ناقص 2 اوه فيها حوالي 2 مليار اي بي. شبكات الكلاس اي كانت شبكات كبيره. تمام؟ لو قعدت تعمل كده في البيت النهارده هجيب حوالي 2 مليار رقم. اللي هو الجزء بتاع الهوست، مش الجزء بتاع الهوست 24 8 و8 و8 24. واحنا قلنا عادل الاحتمالات بيساوي ايه؟ 2 اسر عادل بالتاب بتاعه الهوست اللي هو 24 ناقص كام؟ ناقص 2. صح؟ ده كلاس ايه، ودي كانت الشركات اللي بتاخد الكلاس ايه دي الشركات الكبيره قوي.
جيت القيانة عملت ايديها في الشركات المتوسطة اللي هو خلاص مين يا معلم؟ خلاص بي اهو. خلاص بي يبقى يا عم بس ما طلعش 255 255 255 255 ده بتاعتك دي. انما استاذ النص كده بتاعنا خلاص ايه وصلوا لكام؟ 255 000 لانها خلاص ايه. تمام؟ طيب الكلاس بي بقى العيانة قالت لك لو هتشتري مني كلاس بي يبقى اول رقمين نتورك اهو وتاني رقمين هوست اهو اهو اهو. طب اعرفه منين؟ اعرفه من الجزء ده من 128 ل 191 يبقى كلاس بي بعرفه ان اول جزء عندي بيبقى من 128 ل 191 حلو؟ ده كلاس بي. طيب استفدت منين ان هو كلاس بي؟ ان اول رقمين بيبقوا نتورك وتاني رقمين بيبقوا هوست. لما اجي اشتريه هتشتريه كده. يعني انت عندك رقمين ما ينفعش تغير فيهم ودول ارقام الهوستات غيرت فيهم براحتك. عندك جزئين للهوست يعني 16 بت للهوست. يعني عندك كام جهاز ممكن توصل ليه؟ 2 و16 ناقص كام؟ اللي هو 65534 جهاز. هتاخد الزيرو 0.1 0.2 لحد 0 كام؟ وبعدين 1.0 1.1 1.2 وبعدين 2.0 2.1 لحد توصل لكام؟ 255 254. ناخد مثال بقى ونطلع كل الايه الحاجات بتاعتنا الاربع حاجات. لو اديتك مثال كده وقلت لك 172 16 دوت 50 دوت 130 عايز اطلع النتورك اي دي 172. عرفت منين زميلنا؟ قال لك هو اول رقم كام؟ يبقى كلاس بي. استفدت منه ايه ان هو كلاس بي؟ ان في عندنا جزئين نتورك ايوه وجزئين هوست صح. جزئين نتورك وجزئين هوست 172 تمام 16 8 اصفار اللي هو بزيرو 8 اصفار اللي هو بزيرو ده الاي دي بتاع الشبكه اللي محدش بياخده. طيب عايز اجيب البرودكاست حط الجزء بتاع الهوست بوحايد يبقى عندك 255 دوت كام؟ 255 ده البرودكاست بتاع الشبكه. طب عايز اجيب استبنت مصر اجيبه ازاي؟ حط النتورك بوحايد والهوست الصغار عدد الاجهزه في الشبكه دي يبقى كام؟ ليه؟ لان انا عندي 2 بايت مين للهوست صح؟ طب ده كلاس بي. كلاس ايه بقى؟ كلاس ايه؟ عباره عن ايه كلاس ايه؟ تعال نشوف. كلاس سي بقى. كلاس سي بيبقى ثلاث اجزاء نتورك. الله يكرمك اهو حاجه زي كده. ها اه ثلاثه نتورك يا عم صح كده صح. الله يكرمك ثلاثه نتورك ايوه واحد ايه هوست الناس مصح صح يعني. طب النتورك دي بيبقى عشان اعرفه بيبقى بيته من كام؟ من 192 ل 223 يبقى هو ثلاث اجزاء نتورك وواحد ايه؟ واحد هوست. اعرفه منين؟ بيبقى الجزء الاولاني منه ها من 192 ل 223. طب لما نيجي بقى نشوفه لما تيجي تاخده من القيانه هتاخده كده في ثلاث ارقام للشبكه ما ينفعش تغير فيهم ورقم لمين؟ للهوست. عدد الاجهزه في الشبكه دي يبقى كام؟ 2 اس 8 ناقص كام؟ اللي هو من اول الاي بي 1 لحد كام؟ 54. لو جينا ناخد مثال عليه اهو لو قلت لك انا عندي 209 165 دوت 200 دوت 200 دوت 0 او دوت 228 عايز اطلع منه الاربع حاجات هتقول ان ده كلاس سي يعني ثلاثه نتورك
الواحد هوست. حطيت الهوست بزيرو جاب لك رقم الشبكه، حطيت الهوست بواحد جاب لك البرودكاست، حطيت النتورك بواحد والهوست بزيرو جاب لي ايه؟ السبنت. حلو؟ دول الثلاثة كلاسز بتوعنا، بيسموهم الثلاثة كلاسز بتوع اليوزر. لليوزر ممكن يقدر يلعب فيهم براحته. تمام كده؟ الثلاثة كلاسز بتوع ايه؟ بتوع اليوزر. حلو؟ طب في كلاس ثانية؟ اه، في اثنين كلاسز اليوزر ما بيستخدمهمش. احنا بنستخدمهم لحاجة اسمها السبيشال بيربوس. ايه الثلاثة كلاسز دول؟ في عندنا كلاس دي، وده بنستخدمه في حاجة اسمها المالتي كاست اللي بنتكلم عنها إن شاء الله. المالتي كاست أو الكلاس دي من كام لكام؟ من 224 لحد كام؟ 239. تعرف إن كلاس دي ومفيش بقى في نتورك وبرودكاست وصبنة مصر كده. لا، ده أنا بروح أشتري كده من الأي بي كده. بستخدمه في إيه؟ في حاجة اسمها المالتي كاست. هنشرحها وإحنا جايين كده فين؟ في الكورس. الكلاس اي بستخدمه في حاجه اسمها ريسيرش، الابحاث. اهو برضه اليوزر ما بيستخدموش، لا بيستخدموه في الجامعات والحاجات دي كده. بيبقى من 240 ل 255. ده كلاس اي، 240 ل 255. حلو الكلام؟ في حد عنده مشكله في الكلام اللي فات ده؟ ها، ودي مسائل بقى وتحلوا انتم؟ ادى امثله وتحلوا؟ عايز تجيبوا لمعه تقلام من بره وورقه من بره. معاكم قلام؟ طب المره الجايه هاتوا قلام وورق وتشكيل وكده يعني. بسيبه هنا مش مهم. مش عندك قلام؟ طب يلا كده. يلا. خليكي معايا بس كده. 209 165 200 228 اهو. 209 165 200 228. منتهى البساطة التلات أجزاء الأولانيين دول نتورك. ماليش يمتهم. احط البت الاخراني ده بصفار يديني رقم الشبكه. طيب منتهى البساطه احط الجزء بتاع الحوص ده بوحايد يديني البرودكاست اهو. ده النتورك اي دي صح كده؟ هجيب بقى رقم البرودكاست. برودكاست اللي هو اخر اي بي. اخر اي بي انا بروح للاجزاء بتاع الهوست واحطها بوحايد. فين الجزء بتاع الهوست اللي هو 228؟ احطه بحايد فيديك 255 165 209. خلصتهم؟ خلصت. خليك بس راجع معانا كده على الشاشه. طيب عشان اجيب النتورك اي دي نجيبه ازاي؟ احط الجزء بتاع النتورك بحايد يبقى كام؟ 255 255 255 والجزء بتاع الهوست بايه؟ صفر. عدد الاجهزه في الشبكه دي هيبقى كام؟ انا عندي كام بت للهوست؟ 8. ايوه 254 جهاز. صح كده؟ 254 جهاز. الشبكه الثانيه الاي بي بتاعها كام؟ 20. ايوه 254. ايوه ده كلاس اي. يبقى هيبقى النتورك واحد والهوست ثلاثه. يبقى عندي هنا زيرو 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 يبقى ده رقم الشبكه. حطيت هنا اهوت 255 255 255 ده البرودكاست. حطيت هنا 255 زيرو 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 ده السبنت. ده ايه يا جماعه؟ السبنت ماسك. ده البرودكاست. ده ايه؟ نتورك اي دي. حلو الكلام كده؟ ها؟ هقول لك هقول لك ان شاء الله. تمام؟ عدد الاجهزه اللي في الشبكه دي هيبقى كام يا شباب؟
24 ناقص 2 11 ليه؟ اللي هو 8 و 8 و 8 صح كده؟ او 8 و 8 و 8 ب 24 هنجيب 2 اس عادل بالتاء بتاعه الغوص ناقص 2. طيب اخر مثال عندنا كام بقى؟ ها؟ ايوه 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 كم؟ 60. ده كلاس بي. عرفت منين ان هو كلاس بي؟ ان اول رقم منه في رينج 172 لحد 191، 128 لحد 191. الحاجات اللي في الرينج ده بنقول عليها كلاس بي. كلاس بي يعني عندنا رقمين نتورك واثنين هوست، او نتورك نتورك واثنين هوست. لما احط الهوست بصفار هيديني النتورك اي دي. طب لما احط الهوست بوحايد هيديني البرودكاست. طب لما احط النتورك بوحايد والهوست بصفار يديني السب نت. صح كده يا شباب؟ ها؟ السب نت ماسك. يبقى ده كده ايه؟ 172 16 ال 55، 172 16 0 0. في اي مشكلة كده؟ في مشكلة في الكلام اللي اتقال ده؟ طيب. النتورك بوحايد يعني كده 255 255 يعني هنا 8 وحايد وهنا 8 وحايد. اه. يبقى ديك 255 والهوست احطه بالصفار. بالظبط. تمام؟ في مشكلة كده؟ ده سبنت. ده برودكاست. ده ايه؟ نتورك. تاني النتورك بحط الجزء بتاع الهوست بصفار. الجزء بتاع الهوست بصفار، ماليش يمة النتورك، ما قلتلكش حاجة عن النتورك خالص. البرودكاست قلت لك حط الجزء بتاع الهوست بوحايد، وما جيتلكش حاجة خالص عن النتورك. السبنت ماسك قلت لك لا، روح للنتورك حطه بوحايد وهوست بصفار. يطلع لك السبنت ماسك. حلو الكلام؟ حلو كده؟ تمام كده ولا ايه؟ مثال تاني، عايز مثال تاني؟ طيب حاضر. كلاس كام؟ اي حاجة؟ ماشي. نقول مثال تاني. 220 دوت 250 دوت 4 دوت 15. يلا بقى، عايزك تجيب لي منها التلات حاجات. باعتبار ان انت بتعيد يعني. عندنا ايه يا شباب؟ عندنا ده كلاس سي. عرفت منين هو كلاس سي؟ ان اول رقم فيه 192 ل 223. استفدت منه ايه يا عم باسم من الثلاثه دول؟ ثلاثه نتورك؟ الله يكرمك. طب لو حطيت الهوست بصفار يديك الاي دي. طب لو حطيت الهوست بوحايد برودكاست. صح كده؟ طب لو حطيت النتورك بوحايد والهوست بصفار سبنت ماسك. اهو. حلو الكلام كده؟ في مشكلة؟ الفاليد هوست عدد الايمهات، عدد الايمهات الشبكة دي هيبقى 2 اس كام؟ 8 ناقص 2 في 254 جهاز. طب لو هي مثلا 2 اس 24 اه ناقص 2 بقى في الثلاثة الأولى؟ أيوه في الثلاثة الأخرانيين. الثلاثة الأخرى الثلاثة الأخرى واحدة نتورك، واحدة نتورك. مثلا 255 255 0. انت عايز اخر جهاز ولا عايز ايه؟ هو اللي فاتت دي بص كده، هو عندك 20 صح؟ كانت 20 دوت 240 باين دوت 50 دوت 0 ماشي؟ دي يا عم احمد دي مثال جديد اهو، دي كلاس ايه؟ واحده نتورك وثلاثه ايه؟ هوست. حط دول بصفار يدوك النتورك، ادي النتورك بتاعتنا 20 ثلاث صفار. حط دول بوحايد يديك السبنت ماسك اهو، يديك البرودكاست اسف. حط ده بواحد وده بصفار يديني السبنت ماسك. عدد الايباد 2 اس 24 ناقص كام؟ ده عدد الايباد. يبقى كام بقى كده؟ يا ابني مش هنحط في حته، ده انا كده بجيب عدد الاجهزه اللي في الشبكه بس. فاهمني؟ لا ما بتتكتبش، العدد بس، العدد الاجهزه.
ماشي. طيب الكلام اللي احنا خدناه ده كله ملوش اي لازمه، ده اساس الاي بي.